بات واضحاً أن المناخ السياسي في الجزائر مقبل على صيف أكثر سخونة من الطقس نفسه. بدأت ترتفع حرارته منذ أسابيع على أن تتواصل الوتيرة قادماً. لتشهد مناصب عليا حساسة غير متوقعة تغييرات جوهرية من المرتقب أن تتوسع لتمس أسماء ثقيلة في السلك الحكومي وسلك الولاة بما يتماشى مع المتطلبات التي يفرضها الوضع الراهن وما يحمله من تحديات. فحسب مصادر مطلعة فإن الأسابيع القادمة حبلى بتغييرات جوهرية ستمس الجهاز الحكومي وستطيح بأسماء مخضرمة ظهرت في طواقم تنفيذية مختلفة من بينهم وزراء سيتم استدعاؤهم لمهام أخرى. وحسب ذات المصادر فإن سلك الولاة سيعرف بدوره حركة تهدف إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملائمة المناصب مع الكفاءات، وهو ما سيترتب عنه تغييرات سيتم من خلالها منح بعض الولاة حقائب حكومية، في حين سيكون ولاة آخرون معنيين بحركات انتقالية نحو ولايات أخرى. ومن المرتقب أن تشمل هذه الحركة سلك الجمارك الذي سيشهد هو الآخر تغييرات جوهرية على أعلى مستوى، كما يتم التحضير لإعطاء ديناميكية جديدة لقطاع مهم وهو قطاع السكن، الذي تشير مصادر مسؤولة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يريد إحداث تغييرات جوهرية في هذا القطاع الذي يعول عليه في المرحلة المقبلة من أجل إتمام البرنامج الذي وعد به الجزائريين كاملاً. وتشهد الآونة الأخيرة بالفعل سلسلة من التغييرات التي مست أجهزة أمنية بالغة الأهمية، آخرها كان بتنصيب العميد غالب القصير قائدا جديدا للدرك الوطني خلفا للواء مناد نوبة، وكذا إنهاء مهام اللواء مقداد بن زيان مدير المستخدمين بوزارة الدفاع الوطني واستخلافه باللواء محمد صالح بن بيشة الذي كان يشغل منصب مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، إضافة إلى إنهاء مهام اللواء بودواور بجمعة مدير المصالح المالية. وقبلها كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقع مرسومين ينهي الأول مهام عبد الغني هامل كمدير عام للأمن الوطني، ويعين الثاني العقيد مصطفى الهبيري على رأس هذا السلك الأمني. وتشير مصادرنا إلى إمكانية استحداث تغييرات جديدة في الأسلاك الأمنية خلال الأسابيع المقبلة تشمل العديد من المسؤولين.